بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. خبز مقدم بنية الشفاء عن دعاء الجعبة: اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم آمين. وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. الناس للناس ولا منا من استطاع.